هرجع بس النقطة يمكن الدكتور محدين يتكلم عليها على موضوع الأمصال. احنا من الأول قلنا ان احنا في مصر لدينا البنية يعني التصنيعية لتصنيع اللقاحات. لو الدول اللي هي يعني نجحت في إنتاج هذه اللقاحات أعطتنا الفرصة ان احنا نبقى ونورد لإفريقيا من باب يعني تشوفتوا ان التوزيع ما كانش نتيجة الظروف بتاعت الدول القارة. فقلنا احنا في مصر مستعدين ننتج هذه الأمصال لو الشركات المصنعة اللي أعطتنا الفرصة. احنا لدينا القدرة التصنيعية لإنتاج اللقاحات وبننتج لقاحين مش كده دكتور مصطفى دلوقتي؟ وفي شركة قطاع خاص بتنتج أيضا لقاحات في مصر غير القدرات بتاعت الدولة. فاحنا مستعدين لده بشرط ان طبعا الدول والشركات اللي هي العالمية المعنية بهذا الموضوع تبقى تسمح لنا بهذا الموضوع. واحنا اذا كان الموضوع محتاج تحرك اكتر من اللي احنا بنعمله مستعدين نعمل ده كدولة مع الدول المعنية بهذا الامر. يتبقى سؤال المناخ والتوقعات ايه. انا قلت يمكن كلمت باقتضاب في اليومين اللي فاتوا او امبارح تحديدا على ان انا بقول ان البشر هم الاكثر هو المخلوق الوحيد اللي قادر على احداث الاصلاح بعد التدمير. هو عنده القدره دي ربنا خلقه كده. انا مش شايف ومطمئن. مش شايف ايه؟ مش شايف ان احنا مش رايحين للبناء والاصلاح. لا احنا رايحين للبناء والاصلاح. وعندي ثقه في العالم كله على مختلف مستوياته دول كبيرة أو دول متوسطة أو دول حتى صغيرة إحنا رايحين على إصلاح هذا الأمر. وسجلوا علي الكلام دوت. مش بقول كده عشان إحنا اللي حن يعني حننظم المؤتمر. فلا لا لا هو الإنسان بطبيعة الحال عندما يرى الخطر هو مين اللي جمع الإنسانية كلها على إجراءات يعني كانت في منتهى القسوة في العالم كله وتقريبا العالم كله نفذها. هو الإحساس بالمسؤولية والإحساس بالخطر. وأنا أتصور أن موضوع المناخ ابتدى خد قوة دفع خلال على الأقل خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول. توقفت يمكن شوية أثناء يعني الفترة بتاعت انسحاب دولة كبيرة منه. لكن أتصور أن قوة الدفع اللي تحققت بالعودة لده في جلاسكو حتى لو كانت الأمور اللي احنا بنتمناها مش كلها بتتحقق. لكن اللي أنا متأكد منه وبغض النظر عن احنا هنحقق ده في هنا في شرم الشيخ ان شاء الله اخر السنه دي. انا متاكد ان العالم هيقوم بما يلزم من اجل تحسين حل المناخ. وانا قلت مثالين مهمين. قلت القطاع الخاص في العالم قادر على استشراف الفرصه واختطافها. النهارده تفتكروا يعني وانا بقول الكلام ده سؤال بنطرحه لينا كلنا. تفتكروا حجم السيارات الكهربائيه اللي هتنتج خلال الثمان سنين اللي جايين قد ايه؟ ها؟ كام؟ طب انا هقول ايه؟ يعني ده تقدير واحترمه اكيد، لكن عايز اقول ان لما الناس تجد الفرصه ولما التطور اللي بيتم انا جبت قطاع واحد اللي هو قطاع السيارات وحجم الـ اسهامها في الإساءة للمناخ ضخم. احنا بنتكلم على سيارات بتتحرك في الدنيا كلها على مدار ال 24 ساعة بالملايين. طب لو حتى لو كان 30% منهم هيتشال. عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده انا متفائل جدا 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 مش بان احنا هنعمل المؤتمر وينجح. لا انا متفائل بان الانسان هيتحرك بإيجابية ويحل المسألة وسنرى ذلك. أقول اللي سنهم صغار شوية هيشوفوا أكتر مننا يعني. شكرا جزيلا.